أرى الرئيس بوتين يزور سوريا. ها هي طائرة الأخير تهبط في حميميم على الساحل السوري، معلنة رد بوتين لزيارة الأسد الذي كان في انتظاره على متن القاعدة الروسية في سوريا. أرى الخطر يحوم فعليا حول الرئيس السابق علي عبد الله الصالح الذي سيتعرض لمحاولة اغتيال، ولأن الأعمار بإيد الله والغيب لا يعلمه إلا الله، أقول أن هذا ما أراه والأمر كله بمشيئة الله. الحوثيون يرسمون نهاية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر جثة صالح وبطاقاته الشخصية. السيد أحمد شفيق عودته إلى مصر هي مسألة محسومة. تداول ناشطون صورا تظهر توجه الشفيق إلى الطائرة الخاصة التي أقلته أمس السبت من مطار أبو ظبي إلى مطار القاهرة. في العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يقوم بالمزيد من الإجراءات الداخلية التي ستنقل المملكة العربية السعودية إلى قمة التغيير الداخلي والخارجي. حملة اعتقالات واسعة تطال أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديين. حادث مؤلم لإحدى الطائرات في دول الخليج. في حادث يلفه الغموض، أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية عن تحطم مروحية بمنطقة عسير على الحدود الجنوبية مع اليمن، ما أدى إلى مقتل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير ومحافظ محاي العسير محمد بن سعود بن عبد العزيز، إضافة إلى عدد من المسؤولين كانوا برفقته. سوف نرى صدور قرارات سعودية جديدة تتعلق بتحسين أوضاع المرأة السعودية وحقوقها، كما ستسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. وأخيرا المرأة السعودية تجلس خلف مقود السيارة علنية، بعدما أذن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للسيدات بالاستحصال على رخص قيادة السيارات. الإرهاب يضرب مدينة لاس فيغاس، هي أكثر عمليات إطلاق الرصاص دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. هذه المرة في أثناء حفل موسيقي في لاس فيغاس. يصدر حكما صارما برئيس السابق محمد مرسي في السجن، ممكن يكون مدى الحياة يحكمه. المحكمة أيدت حكما من محكمة الجنايات على محمد مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما. حلول في العراق ستبدأ انطلاقا من معركة كبيرة وفاصلة وتحديدا من الموصل، وأرى أن تحرير مدينة الموصل سيكون نقطة البداية التي سينطلق معها العراق إلى بداية الهدوء والاستقرار. على أنقاض مدينة الموصل القديمة رفعت قوات الأمن العراقية الأعلام فيما احتفل العناصر بدحر مسلحي تنظيم داعش. سنرى صدور قرار ملكي يشمل عدة تغييرات وتعيينات جديدة وكبيرة، فأرى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يمثل جيلا جديدا من الزعامة العربية الرشيدة. بأمر ملكي أعفي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف من منصبه ليعين مكانه نجد الملك السعودي محمد بن سلمان وليا للعهد. سيف الإسلام القذافي خارج القضبان، وأرى أن دوره السياسي لم ينتهي. سيف الإسلام القذافي حر طليق، خبر أرفق بفيديو قيل أنه للرجل بعد تحريره. أرى القيادة القطرية تتعرض لضغوط كبيرة لمراجعة بعض الحسابات الخاطئة. قرار 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر سيترتب عليه من دون شك تبعات سياسية واقتصادية وتجارية عدة. الإرهاب سيعود للظهور من بوابة الملاهي الليلية. هجوم إرهابي وقع في ملهى ليلي في اسطنبول يهز لبنان. الاغتيال يطال أحد سفراء الروس. تعرض السفير الروسي لدى تركيا أندري كارلوف لهجوم مسلح من قبل شخص مجهول.